حملة ماني شمسامح كيف كيف غدوة مش تقوم بحملة أخرى في عدد كبير من الجهات في إطار الدعوة إلى مسيرة يوم الجمعة انطلاقا من الساعة 5:30 أمام في بطحة محمد علي أمام الاتحاد العام التونسي للشغل. كيف كيف قمنا للإعلام بإرسال رسالة لكل نائب في مجلس نواب الشعب لتحميل المسؤولية ولدعوته لتحمل مسؤوليته الوطنية باعتباره نائب شعب تم انتخابه على للدفاع على قضايا جهات والقضايا الوطنية كذلك. الرسالة هذه أرفقناها بملف موجود فيه كل الحجج لسبب طعننا ورفضنا لهذا القانون، حجج سياسية، حجج اقتصادية وحجج قانونية، وإن شاء الله في آخر ندوة صحفية باش نمكنوكم من الملف هذايا واللي احنا اشتغلنا عليها عن طريق بالاستناد إلى خبراء ومختصين ونشطاء حملة مانيش مسامح في مختلف المجالات. قوة الضغط اللي مارسناها وسلطناها في الشارع أعطت نتيجة أولية اللي سميناها احنا كسب وربحنا الشوط الأول راوند 1 اللي خدمنا عليها، كانت على الأقل تجميد ووضع القانون هذا في رفوف مجلس نواب الشعب منذ أواخر 2015 إلى حدود الأسبوعين أو ثلاث أسابيع هذه. دونك لكن بالعودة للحديث عن هذا القانون ونقاشه احنا زادة نعود بقوة فيما أسميناها الراوند 2 للتأكيد والتشديد، نعم ونتحمل مسؤوليتنا طبعا أو في كل ما نقوله، للتشديد على موقفنا الرافض قطعيا لهذه المبادرة في شكلها وفي مضمونها ومن حيث مبدأها. هذا الرفض طبعا ليس أو لا يتأتى من فراغ بل هو مبني على جملة من الحجج والمستندات المعمقة. مشروع قانون المصالحة نعتبره ينسف مسار العدالة الانتقالية برمته، لأنه كما نعرفه مسار العدالة الانتقالية تشكل من عدة حلقات مترابطة متكاملة. القانون هذا ينسف المبدأ المساءلة، ينسف مبدأ كشف الحقيقة، ينسف مبدأ جبر الضرر، ينسف مبدأ حفظ الذاكرة وإصلاح المؤسسات، ويقفز على هذه الحلقات كلها ليعطينا المصالحة اللي نعتبرها حلقة ضمن مكونات أخرى باش نجم نتحدثوا على عدالة انتقالية، وبالتالي هذا علاش نعتبره هو نسف لمسار العدالة الانتقالية. حملة مانيش مسامح بصدد القيام بلقاءات مع الأحزاب والجمعيات والمنظمات الشبابية للتباحث على سبل تعزيز الحراك الميداني للتصدي لهذا القانون.